الأزمة المالية تخيم على النسخة التاسعة من الصالون الدولي للرسوم الصحافية في مدينة سنترا البرتغالية. فإذا كانت هذه الأزمة حاضرة وبامتياز في الرسوم المعروضة هنا، فإنها قد تتسبب في توديع الجمهور لهذا الحدث السنوي الذي أصبح يشكو من قلة الدعم المالي خاصة هذا العام. مسرح أولغا كادافلا احتضن كعادته منذ 9 سنوات حفل توزيع الجوائز، ومن الطبيعي أن تذهب الجائزة الكبرى لرسم صحفي في فئة الرسوم الافتتاحية إلى موضوع الساعة وهو الأزمة. الرسم يحمل عنوان فريق إنقاذ الاتحاد الأوروبي للرسام الصحفي كونتورس من اليونان. أهدي هذه الجائزة لضحايا الأزمة، وأتمنى أن نرى قريبا أوروبا التي نحلم بها، أوروبا التي تهتم بالناس وليس بالبنوك. حوالي 500 رسم صحفي من 63 دولة سيعرض في مدينة سنترا القريبة من لشبونة حتى أواخر شهر جوان المقبل في إطار هذا الصالون الدولي. ولكن الأزمة أصبحت تهدد استمراريته بل وحتى وجوده. الجهات الراعية للصالون تخلت عن دعمها المالي، كما أن ولاية عمدة سنترا الحالية اقتربت من نهايتها، لكنه يأمل رغم كل شيء أن يتم إنقاذ هذا الحدث من الانتثار. أعتقد أنه كان رهانا ناجحا وجذب المشاركين أكثر فأكثر على مر السنين ليصبح إشعاعه عالميا. أعتقد أن الصالون الدولي للرسوم الصحفية يمثل حدثا هاما لا يمكن التخلي عنه بسهولة. عمدة سنترا المقبل سيسعى دون شك إلى مواصلة تنظيم هذا الحدث الثقافي. هاتان البقرتان على الأرض حصلتا على جائزة الرسم الفكاهي، وصاحبهما هو الإيراني سعيد صادقي. أردت أن أقول بطريقة ساخرة أن الحيوانات أكثر احتراما للقانون أحيانا من الإنسان. جائزة الكاريكاتير ذهبت إلى هذا الرسم للرئيس البوليفي إيفو موراليس، استلهمها الفنان الأرجنتيني بابلو لاباتو من بيكاسو. أبي كان عاشقا لبيكاسو. اسمي بيكاسو، عفوا اسمي بابلو، وذلك تيمنا ببيكاسو. صحة نيلسون مانديلا واللاعب الدولي ميسي وإعادة انتخاب أوباما مواضيع أخرى حاضرة في هذه النسخة، ولكن الموضوع الذي شد الرسامين أكثر من غيره يبقى وبدون منازع الأزمة المالية. الأزمة الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي كانت في الواقع واحدة من المواضيع الرئيسية في الصالون الدولي للرسوم الصحفية الذي اهتم أيضا هذا العام بصعود الصين الاقتصادي وبالفضائح في قطاع الرياضة.